أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، الله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين، إلى آخر الآيات. ربنا تبارك وتعالى يضرب لنا هذا المثل ليبين عظم أجر وثواب الذي ينفق ماله في سبيل الله. لم يقل الله سبحانه وتعالى الذي ينفق ماله في سبيل الله يعطيه الله 700 ضعف وأكثر، إنما ضرب المثل ليتبين أن الأمور بيد الله. فعندما تزرع البذرة في الأرض تنبت 7 سنابل، من الذي أنبتها؟ الله. كل سنبلة يكون فيها 100 حبة، من الذي خلق فيها 100 حبة؟ الله. إذن حتى يشعر المؤمن أنه إذا أخلص في صدقته فالله ينمي ويثمر صدقته ويجزل له الأجر مضاعفا، كما تتضاعف حبات السنبلة في من أصلها من حبة واحدة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، أي كمثل زارع حبة، في مضاف محذوف. زارع الحبة يزرعها، هو الذي زرعها، ولكن من الذي ينبتها؟ الله. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. إذن الحبة تنبت 700 حبة لأصحابها. فأيضا الصدقة في سبيل الله، ما هو التصدق في سبيل الله؟ التصدق في سبيل الله يعني أن يعطي الصدقة للفقراء، أو يعطي الصدقة للجهاد، أو يعطي الصدقة للمجاهدين حتى يشتروا فيها السلاح ليدافعوا عن المسلمين، عن دينهم، عن أخلاقهم، عن عرضهم. فهذه الصدقة في سبيل الله يضاعفها الله إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. كما روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح، يعني نعوده، يعني نزوره في مرض، نعوده من شكوى أصابته في جنبه، وامرأته قاعدة عند رأسه. قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بت بأجر. وكان مقبلا بوجهه إلى الحائط، فأقبل بوجهه إلى القوم وقال: ألا تسألوني عما قلت؟ يعني ليش ما بتقولوا لي ليش ما لي بأجر؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه، يعني ما عجبنا تقول ما لي بأجر، إن شاء الله بأجر، لماذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700. هذا توضيح الآية. النفقة التي ينفقها في سبيل الله يعطيه الله عليها 700 ضعف. ومن أنفق على نفسه وأهله، أو عاد مريضا، أو أماط أذى، فالحسنة بعشر أمثالها. إذن عندما ينفق الرجل على أولاده، على زوجته بالمعروف وضمن الحلال، فله أجر على هذه النفقة، مو بس عم يلتز
ينفق على نفسه وعلى أهله وعلى عياله، لا، يعطيه أجر سبع الحسنة بعشر أمثالها. والصوم جنة ما لم يخرقها يعني يفسدها. ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة، يعني إذا كان عنده سيئات يحط الله عنه سيئاته، يزيل الله عنه سيئاته. إذن الإنفاق في سبيل الله يضاعف إلى 700 ضعف، وقد يزيد أكثر. قال الله تعالى في الآية: والله يضاعف لمن يشاء. المضاعفة من قبل الله حسب النية وحسب الواقع، حسب واقع الصدقة وحسب نية الشخص. فإذا كان قصد الرياء لا أجر له أبدا، أما إذا كان قصد وجه الله كلما كان مخلصا كان له أجر مضاعف إلى 700 ضعف. وأيضا لو كان مخلصا ووضع الصدقة له وضع خاص، نضرب لكم مثال: أحد الشباب تصدق كان يعطيه والده مبلغ من المال ليشتري الساندويش يتغدى في الجامعة ويتابع وأيضا أجر الطريق، وإذا به وجد حاجة إلى الصدقة، مجاهدين يطلبون للجهاد، فبقي جائعا وعاد أكل في البيت ومشى مشيا على الأقدام وتصدق بما عنده. إذا هذا الشاب تصدق بكل ما عنده مثل ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما تصدق للجهاد بكل ما عنده، فأجره ليس هذا الطالب ليس أجره مثل أجر واحد عنده مليون أو مليونين وتصدق 200 ليرة أو 500 ليرة. صدقة هذا المليونين مالك المليونين أكثر من صدقة هذا الطالب، ولكن صدقة هذا الطالب مضاعفة أكثر من صدقة هذا أبو المليونين. ولذلك عندما طالب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سأل الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتصدقوا في غزوة إحدى الغزوات، جاء أبو بكر بكل ما يملك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، يعني ما خلى شيء. فقال لعمر: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم شطر مالي، يعني جبت قسم ماله بالنص، جاب نصه للجهاد في سبيل الله وأبقى نصه لعياله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: درهم بألف درهم، إذا ما هو 700 هون صار 1000. واحد صدق بكل ماله مخلص فهذا أجره أكثر من الذي صدق بجزء من ماله، وإن كان 2 مخلصين وأجرهم عظيم عند الله، ولكن واحد يعطى أجره ب700 ضعف، واحد يعطى بأكثر. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم ينبهنا ربنا تبارك وتعالى على أن لا نمن ونؤذي من نتصدق عليه، سواء كان من المجاهدين في سبيل الله أو من الفقراء. فيقول سبحانه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وسبيل الله الجهاد في سبيل الله وقتال الأعداء الذين يعتدون علينا ويظلموننا للتحرر منهم من تسلطهم، وأيضا للفقراء، هذا أيضا في سبيل الله إذا أخلص، لطلاب العلم أيضا هذا في سبيل الله، لأن طالب العلم هو يجاهد ويتعلم حتى يكون مؤمنا كاملا ويعلم غيره الحق والدين. فطلاب الإنفاق على طلاب العلم مثل الإنفاق على المقاتلين، لأن الأصل في القتال عندنا شرع من أجل التحرير ولم يشرع من أجل الإكراه. فنحن ندعو الناس إلى الله وإلى أن يتحرروا من العبودية لغير الله دعوة حكيمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا منعنا من الدعوة يكمون أفواهنا، ما يتركوا لنا الحرية أن نبين الحق، أو اعتدوا علينا، عند ذلك نستعمل السلاح لندافع عن أنفسنا ولنحرر الناس ونحرر أنفسنا من منعنا من الكلام. إذن القتال في الإسلام ليس لإكراه الناس على الدخول في الدين، ده ندعوهم بالحكمة ونبين لهم الحق، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فعندما نعلم الناس الدين هذا جهاد في سبيل الله،
هذا أساس الجهاد. إذن عندما يعطي المال لطالب العلم حتى يتعلم، حتى يفهم الإسلام، وحتى يرتزم أمر الله ويعلم غيره، فهذا جهاد في سبيل الله. فمن أنفق ماله في ذلك فهو في سبيل الله. إذا أنفق ماله في سبيل الله ثم من قال له لطالب العلم والله أنا بعطيك وبصرف عليك، فهذا إيذاء لطالب العلم، إيذاء لمن تعطيه المال. قال للمقاتل في سبيل الله أنا اللي أعطيتك حتى تقاتل، أنت أعطيته لله، ما أعطيته حتى تؤذيه، إذا كنت ستؤذيه ما في حاجة إلى هذه الصدقة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن أن يمن عليه، قل له أعطيتك نحلتك، أنا السبب أنه أنت خليتك الجاهل، أنا اشتريت لك السلاح وعطيتك إياه، أنا كذا كذا كذا، فهذا المن. الأذى أن يعيره بين الناس ويؤذيه، أنت كنت فقير وأنا أعطيتك هذا الثوب، أنا أعطيتك إياه. واحد من الأشخاص ما عنده ثوب يروح لدعوة، دعي إلى دعوة عند أشخاص محترمين، فقال له جاره أنا عندي ثوب أعيرك إياه، تذهب إلى الدعوة. فذهبا سوية، هم جالسين يأكلون، كان صاحب الثوب ينظر إليه ويقول له إن شاء الله عجبك الثوب، جاي على مؤاسك ولا ما جاي على مؤاسك، ليفضحه أمام الناس أن هذا الثوب ليس منه ومنهم وهو من ذاك، فهذا ضيع أجره في هذه الإعارة، ومن باب أولى في الصدقة. فربنا يقول لا يتبعون ما أنفقوا منا يمنون بها على الفقير، ولا أذى لا يؤذونه، لا يجوز لهم أن يؤذوه، لأن هذا الإذاء أو هذا المن يضيع الأجر. أما إذا لم يمن ولم يؤذي الفقير المحتاج، سواء كان محتاج للجهاد في سبيل الله أو محتاج لإطعام عياله أو نفسه، فإن الله يضاعف أجره إلى 700 ضعف. لهم أجرهم الذين لا يمنون ولا يؤذون، لهم أجرهم عند ربهم ولا هم يحزنون. لا يحزنون على ماذا؟ لا يحزنون على الدنيا كلها، لأنه لما بموتوا ما بيحزنوا أنه تركوا الدنيا، لا، لأنهم انتقلوا إلى ما هو أفضل مما كانوا عليه. حتى أوضح لكم يا إخواني حقيقة الموت بالنسبة للمؤمن، أما الكافر الله يعينه، من حين ما يرى ملك الموت ويرى ملائكة العذاب يعلم أنه والعياذ بالله تعالى من أهل جهنم ومن أهل العذاب. أما المؤمن ينتقل من مكان إلى مكان، فممكن عند انتقاله يجد صعوبة، مثلا مثل الولد لما يطلع من بطن أمه يخرج باكيا وما بحب الدنيا، لأنه كان عايش مرتاح، على يلفه غشاء وغشاء وغشاء، وبين الأغشية سائل مائي، ما بحد بيزعجه ولا ضربة ولا أي شيء، ويصله غذاؤه عن طريق السرة، عن طريق الأم، في الدورة الدموية، له دورة دموية خاصة به، ولكن الغذاء يأتي عن دورة دموية لأمه عن طريق الحبل السري. لما بيطلع على الدنيا خاف فيبكي. وأيضا بعض الناس يخافون لما بيطلع من الدنيا للآخرة، بده يجي ملك الموت يخافون. أما إذا كان مؤمنا بالله وواثقا من رحمة الله وواثقا من فضل الله تبارك وتعالى مع طاعته لله، فإنه لا يضره أن يموت وينتقل إلى الله، لأن كل نفس ذائقة الموت. يعلم أنه إذا انتقل إلى الله فينتقل إلى خير، إلى أفضل مما كان عليه في الدنيا. ولذلك قال تعالى ولا هم يحزنون، يعني لا يحزن على الدنيا التي تركها وترك زهرتها ولزائزها، فهناك لزائز أحسن وأفضل وأعظم. وأيضا لا يحزن على ما خلف من أولاد وأهل في الدنيا تركهم لله تبارك وتعالى، لأنهم في عناية الله وفي رعاية الله، الله الذي خلقهم هو أدرى بهم وبمصالحهم. ثم يقول سبحانه وتعالى للذين لا ينتبهون إلى هذه مفهوم هذه الآية ومعناها، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يبين الله لهم أن الأذى يبطل الصدقة، فالذي سيؤذي لا يتصدق أفضل، على الأقل يتكلم كلمة طيبة وينال أجرها، ولا يتصدق إذا كان سيؤذي. قول معروف ومغفرة
خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قول معروف، يعني أن تقول للفقير كلام طيب، كلام فيه مؤانسة، فيه ملاطفة، كثر أن تقول له الله يرزقنا ويرزقك، تقول له إن شاء الله إذا الله رزقني أعطيك، تقول له إن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف فينا وعسى الله أن يرزقني فأعطيك. فهذه الكلمة الطيبة قول معروف، يعني كلمة طيبة للفقير، ومغفرة يعني ستر لزلة الفقير، ستر لفقر الفقير. ما يروح يفضحه، والله فلان شحاد عم يشحد مني عم ياخذ مني، ماذا تعطي؟ لا تعطي، سألك لا تعطي، ولكن أعطي كلمة طيبة، ولا تؤذيه بأن تنهره أو توبخه أو تطرده. فهذا والعياذ بالله تعالى يؤذي الفقير. هذا الإيذاء إذا كان سيوجد ما في حاجة لصدقتك نهائيا، خلي قول كلمة طيبة أفضل من هذا الإيذاء. قول معروف ومغفرة أي ستر لخلة المحتاج، خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. الله غني عن صدقتك أيها المصدق، الله هو الذي رزقك فليس محتاجا لك، يستطيع أن يرزق هذا الفقير، ولكن ربنا يريد أن يبتليك ليظهر حقيقة وضعك وحقيقة نفسك الأمارة بالسوء، هل تطيعها فتبخل طاعة للشيطان أم تنفق؟ الله ينفق عليك. فربنا سبحانه وتعالى يقول والله غني أي غني عن عباده، حليم أي لا يعجل عليهم بالعقوبة. ففي هذا إشارة إلى من يتصدق ويمن على المتصدقين على المتصدق عليهم سيعاقبه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، لا يزكيهم يعني لا يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، يعني الذي يعطي يتصدق أو يهدي هدية ويمن فيها يقول أعطيتك نحلتك، والمسبل إذا إزاره يعني يطور ثوبه تكبرا، والذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، بيحلف أيمان كاذب، والله رسبالة في 15 يكون رسبالة 10، بيكذب حتى يبيعها بسرعة ويربح. فالمنفق سلعته بالحلف الكاذب أيضا لا ينظر الله إليه يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. وروى أيضا مردويه وأحمد وابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق، يعني عاق لوالديه، الذي يعق والديه ولا يطيعهما أو يؤذيهما ولو بكلمة لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة عاق ولا منان يعني الذي يمن على غيره، ولا مدمن خمر الذي يدمن الخمر بشكل دائم والعياذ بالله تعالى، ولا مكذب بقدر الذي لا يعتقد أن ما يقدره الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحصل، لأنه الذي يكذب بالقدر كأنه يعني يعتبر أن سلطة الله قاصرة، مع أن الله هو المالك لكل الكون وما فيه ويفعل ما يريد ويقدر ما شاء. ثم ينهانا الله تبارك وتعالى عن أن نبطل صدقاتنا بالأذى، أي يبين أن الصدقة تبطل بالأذى وبالمن، ولا أجر للمتصدق فيها. فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا بالله وأطاعوه وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه وفيما بين وشرح، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بأن تمنوا على المتصدق عليه أو تؤذونه. يمن عليه يعني يقول له أعطيتك نحلتك، الأذى أن يعيره، أنت فقير روح، أنت كذا صار مرتين طلع أعطيتك قلع كذا، فهذا أذى. فالذين يأذون المتصدق عليه أو يمنون عليه تبطل صدقته صدقاته، كالذي يضرب الله لنا مثل لمن تبطل صدقته بالمد والأذى، لأنه لم يخلص في هذه الصدقة بل أضاعها ووضعها في غير موضعها. فمثله كمثل صفوان، هذا الذي تصدق بالصدقة وأعطى
الصدقة ثم من عليها على المتصدق عليه أو آذاه. مثله كمثل صفوان، الصفوان حجر الأملس عليه تراب، إذا جاء أحدنا يزرع زرعة نبتة على حجر أملس عليه شوية تراب وضع البذرة، فعندما يأتي المطر الغزير ماذا يحصل في التراب؟ الحجر أملس يغسل الحجر من التراب، فلا تنبت البذرة في مكان لا يصلح للإنبات. كمثل صفوان صخرة أو حجر ملساء عليه تراب، فأصابه وابل، وضع البذرة على هذا الصفوان فأصابه وابل فجعله جرداء، يعني راح التراب عنه صار صخرة ملساء جرداء لا تنبت لا تعطي نتيجة. فأيضا صدقة هذا المتصدق ليس لها أجر عند الله في الآخرة. فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي الإنسان يضع البذرة في الأرض ويختار لها مكان صالح للإنبات حتى تنبت، أليس كذلك؟ فإذا زرعها على صخرة ولو عليها قليل من التراب لا يمكن أن تنبت، تحتاج إلى المطر، ينزل المطر يغسل التراب فلا تنبت. فهو الذي فعل ذلك مثل الذي يعطي يمن ويؤذي المتصدق عليه. هو ما وضع هذا هذه الصدقة في موضعها، لأنها لا تعطي نتائجها في الآخرة طالما أنه آذى المتصدق عليه، كأنه وضعها في موضع غير منبت. فيوم القيامة عندما يأتي هذا المتصدق ويقول يا ربي تصدقت وأعطيت لفلان وأعطيت لفلان، قال له أنت مننت عليه فذهبت الصدقة، وقدمنا إلى ما قدموا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العافية. فلا تكون هذه الصدقة منبتة أو تعطي الأجر في الآخرة إلا إذا كانت بإخلاص ولم يكن معها أي نوع من الإيذاء للفقير أو من المن عليه. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، هذا الكسب الصدقات اللي فعلها لا يأخذ نتيجتها في الآخرة، إنما يعذبه الله تبارك وتعالى عليها، والله لا يهدي القوم الكافرين، نسبه الله إلى الكفر، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه ما تصدق لله، تصدق ليؤذي الناس، والهدف من الصدقة كان قادر ربنا سبحانه وتعالى يعطي الفقير أكثر منك أي المتصدق، ولكن ربنا ابتلى بعض الناس ببعض. وأيضا عندما يتصدق بعضهم على بعض لا يقول له هي صدقة وخذ زكاة، يقول له هدية، استحبيتك بها الثوب، استحبيتك بها المال، استحبيتك بها كذا. فالصدقة توجد الروابط القوية بين المسلمين، تزيد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، فتزيد من الروابط. أما إذا كان هناك من وإذاء يوجد في النفوس الكراهية والبغض، ولذلك تقوم الثورات في المجتمعات ضد الرأسمالية. لماذا؟ لأنه يستأثر الرأسمالي بالمال وتكون الأموال دولة بين الأغنياء منهم، ولا يعطون حقها للفقير، لو أعطوا حقها للفقير لما بقي فقير ولا بقي محتاج. أنا قلت مرارا مثال أضربه، في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما مر على الإسلام سنوات حتى كتب إليه عماله، عمال عمر بن عبد العزيز، قالوا إن نجب الصدقات ولا نجد من نأخذها، كل واحد نعطيه الصدقة فيقول أنا لست محتاجا، انظروا إلى غيري، فما أحد يأخذ الصدقة، ماذا نعمل بها؟ قال عمر بن عبد العزيز لهم اشتروا عبيدا أرقاء واعتقوهم لوجه الله. إذن وأيضا أنا أقول بالنسبة لبلدنا سوريا، لو أن أهل إدلب مثلا، محافظة إدلب وهي محافظة كلها زيتون ومشهورة بالزيت، مع أنه هناك أشجار زيتون في محافظات كثيرة ولكن في إدلب أكثر شيء، لو أن أهل إدلب فقط دفعوا زكاة الزيتون أو الزيت العشر لما بقي فقير في سوريا كلها، معنى ذلك أنهم لا يدفعون الزكاة.
ثم نقول فقراء، والفقراء أزع. المؤمن يجب عليه أن يدفع صدقة ماله وإلا عذب في الآخرة، وإذا دفع صدقة ماله ومن لا أجر له في الآخرة والعياذ بالله تعالى، لأنه لو كان يؤمن بالآخرة لدفع صدقته كما أمر الله دون من ولا أذى. فطالما من وآذى معناها يريد أن يتجبر على الناس ويتكبر ويؤذي الفقراء ويوضع بالمجتمع الإسلامي الحقد والعداوة، فهذا لو كان يؤمن بالله ما فعل ذلك. ولذلك ختم الله تبارك وتعالى الآية القرآنية بقوله تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله العافية وأن يبعد علينا الكفر. ولذلك نلاحظ أن الله شدد في 3 آيات على المن والإيذاء. الآيات التي تلوناها بعد أول آية يذكر الله فيها موضوع الأذى، ويبين أن الصدقة تضيع في الأذى ولا أجر له فيها في الآخرة، فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله وأن تصيبهم مصائب في بذل هذه الصدقة، أو أن يصيبهم الله بعذاب أليم في الآخرة. والحمد لله رب العالمين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.